كنت انا في الاول كنقرا المسرح وكنت كندير لا دونس داكشي يعني في مجال الترفيه اصلا، وكيعجبني نمثل ونقلد الادوار بزاف. وكنت بديت مع واحد لي جون كنديروا لي فاين داكشي كنلوحهم في فيسبوك، شي شويه قلبت اليوتيوب وبحال هكا بقيت غادا وليت كنصور لي فلوغ والحياه الشخصيه ديالي. كنت كندير افلام قصيره والناس بشويه بشويه ولاو كيسولوني مجدة شنو الروتين ديالك اليومي، شنو الروتين ديالك الصباحي المسائي، اسئله اجوبه. وبقيت كل مره كندير لهم فيديو باش نرضيهم هما، حتى لقيت راسي كنبارطاجي غير حياتي. وديجا انا في تركيا ما لقيتش خاصني مغاربه اللي يمثلوا معايا، الوغ الفلوغ هو اللي تقدر تصوره بوحدك، وليت كنصور لي فلوغ. فكرت ندخل المجال ديال التمثيل في تركيا ومجال السينما، وفاش كانت حاملة عندي 7 شهور كان واحد الفيلم مسلسل مشهور تركي سميتو الطائر المبكر، كيطلبوا فيغوراسيون بنفس المواصفات ديالي والسن ديالي وكل شيء. ودفعت لهم وبين 100 بنت بقاو تختاروا 10، ومن بين 10 تختاريت انا باش نمثل فيه ويقطعوا لي البية وكل شيء. مشيت لاسطنبول ولكن معك تحاملة راجلي ما خلانيش مع التورناج داكشي التسخسيخ، ولكن دابا ان شاء الله تيكبر الباب عاد نعاود نجرب نول. تركيا انا اصلا كنحماق عليها من نهار عقلت على راسي، وانا كنتفرج افلام تركيه ونحاول نتعلم من يوتيوب كيفاش نكتبها نقراها كل شيء. وكان الحلم ديالي انني نمشي فاكونس ولا نعيش تما. وجاتني فرصه ديال الخدمه في نفس الدومين ديالي ديال الترفيه والتنشيط لانيماسيون، ما بيان سور ما فلتاش، طلبت الدار وكل شيء ومشيت لتما. اولا انا الاولى اللي درت هادشي ديال اليوتيوب، وماشي انا اللي كنزه اصلا كانت كدير الطبخ وكتحماق على الطبخ، وكانت عندها قناه ما عندها علاقه بداكشي ديالي، وماشي انا اللي دعمتها في الاول. في الاول ما كانتش كتبين وجهها، كدير غير الطبخ وتبين ايدها وداكشي، وشي شويه ولات كيعجب هذاك، كان كتخرج معايا انا كتشوف الناس كيفاش كيعرفوني داكشي، عجب هذاك مجال الشهره وقالت اجي علاش حتى انا ما نديرش. اما ماما بغات غير تلاها حتى هي عجبها وبغات تلاها فيه. الصراحه انا مشت حتى واحد عاير ولا سب العرض، حيت ما سام انتريس با ما باش ما نعصبش راسي ما كنتفرجش. واخا كيقول لي فلان هضر عليك فلان هضرات عليك ما كندخلش نشوف، ولكن الناس اللي كيعايروا بانني باغا نحرض البنات يمشيو لتركيا ولا كذا، انا قلتها غير بالضحك، جات غير مع الهضره في السياق ديال الهضره، ماشي درت فيديو خاص نوضوا البنات يلاه لتركيا. انا قلت في السياق ديال الهضره البنات اللي بقات في الدار اللي بارد جيت لتركيا تزوج راه كيحماقوا على المغربيات، وما كذبتش عليهم هذيك هي الصراحه، بصح كيحماقوا على المغربيات. فاللي كينتقد باغي عامني علقه منين يشدني وصافي، ها كيقلب من يشدني حيت ما قلت حتى شي حاجه ديال العيب. صوفيا طالوني ناض هو قال العكس ديال هضرتي، ما بيني وبينه حتى خلاف ما كنعرفوش وما متبعاش. ناض قال بانني كنكذب على البنات وغير غلط، الاتراك ما باغينش يتزوجوا بمغربيات باغين الفساد، الوغ حيت هو اصلا خدمته هي الفساد في تركيا، ما دونك اش كتوقع منه. الزواج ديالي شرعي وولدي في الحاله المدنيه، ما كاينش هاد اشاعه كيخرجها واحد اخر باغي يركب تاوع الموجه او لا باغي يدير البوز على ظهري. وبيان سور الناس ما تيقوش حيت الناس ماشي اغبياء حتى للدرجه. ويمكن كان انا في واحد لافوطو قبل ما نمشي للسبيطار قبل ما نولد، واحد لافوطو معلقه غير في الدار ديالي انا شاده الحاله المدنيه او دفتر الزواج اللي عندنا في تركيا شادها، وراجلي بايسني من راسي وكذا، بنادم قشع انا ما شتاش وقايل لينا في لي كومونتير. يمكن حتى هذيك اكدت لهم بان هذيك الهضره ما منها والو. علمت بانني غندير حفل زفاف وعقيقه في نفس الوقت، وعارضه على المتابعين ديالي، كنت قلت لهم غندير طبله او جوج طبلات غير ديال المتابعين ديالي غيفوزوا من التعاليق غنختار، ولكن باقي ما حددناش التاريخ بالضبط. ماشي حنا اللي ما اختاريناش نديرو عرس في تركيا او لا في المغرب، غنديروا العرس ديالنا ان شاء الله هنا في المغرب، وفاش غنطلعوا لتركيا غنديروا عرس حتى في تركيا، هادشي اللي قررنا بجوج. الاسم ديال ولدي محمد مارت، اختاروا راجلي مارت، ولكن درنا تصويت في الانستغرام بين مارت واردا، والانستغرام يعني متابعين ديالي هما اللي اختاروا اسم مارت اللي كيعني شجاع، يعني محمد مارت محمد الشجاع. واختاروا راجلي حيت حنا كنا مقررين الا كان دري يسميه راجلي، الا كانت بنت نسميها انا. هادو كيقولوها من شحال هادي اصلا، ما عمر كانت فيها العياقه، وديما من نهار انا كيقولوا لي فك العياقه، ماشي يمكن هكا كنبان لهم من برا ولا كيشوفوا حيت هما صغار بزاف كيشوفوني كبيره قدامهم، ما عرفتش.
بيان سور واحد كيبقى واحد الطرف سلبي ما كيبانش، باش حيت ما دايرينش يوتيوب باش نبارطاجيو معاهم المشاكل ديالنا والحياه ديالنا والسلبيات ديالنا. بنادم باغي شي حاجه، شي انرجي بوزيتيف، باغي بنادم يفرح ويضحك، ما يمكنش بارطاجيو كلشي معاه. هاد القانون الجديد ديال اليوتيوب كيف قلتي دالنا على القلم، غير من ناحيه وحده. انا بالنسبه انني ما نقدرش نبين ولدي حيت توعدت المتابعات ديالي يكمل 40 يوم نوريه لهم، دابا ما نقدرش نوريه لهم، سينو ما دايرش لي على القلم من شي ناحيه اخرى. بالنسبه لهذوك اللي كيديروا الروتين اليومي ماشي كاملين، بزاف الناس كيديروا باحترام وبالعكس كيحفزوا الناس. انا من الناس اللي كيتحفزوا فاش كنشوف روتين يومي ديال وحده جالسه كتشقى وحادقه، كنوض كنكون عاجزه كنوض حتى انا نشقى يعني، وكيوريوك بزاف الحيل باش تشقى يمكن انت ما عارفاهمش. اما بالنسبه اللي كيوريو في الروتين اليومي، دايرين الروتين اليومي ولكن الهدف حاجه اخرى، ما كيبينوش الروتين ديالهم اليومي بالضروره انما حوايج اخرى، فكيشوفوا السمعه ديالنا كاملين. وانا كنحشمو ملي كنشوف بنان داير سكيتشات على روتين اليومي كنحشم حتى انا، حتى انا دايره روتينات يوميه، دونك يعني موفيز افير اش غنديرو. انا متبعه كاين واحد في لي فلوغ فيصل فلوغ وكيعجبني بزاف العلاقه، هضرنا يعني كنهضروا مره مره، دابا شحال هادي ما هضرناش. دري ظريف زوين و يعني كاين لو طالون تبارك الله عليه، خدام مزيان، كاليتي في كل شيء، في التصوير في المونتاج في المحتوى. كنتفرج بالنسبه للروتينات ويعني حتى لي فلوغ اسماء بيوتي حتى هي الله يعمرها دارك، تهضرت معها شي مره ولا جوج. واكرام بيلانوفا ما عمرني هضرت معاه ولكن كيعجبني الروتينات ديالها في كل شيء، في العنايه البشره لابوتي وكل شيء، يعني تبارك الله عليهم كاملين الثلاثه. ما نسميوش كيطمعوا يعني المتابعين، وانما يوتيوب بصح فيه الفلوس ولكن خاص اللي يعرف لي ويكون عنده محتوى يستاهل. وتا انا نشجع الناس يعني اللي عارف راسو عنده غيقدر يقدم محتوى في المستوى ويقدر يتحمل الانتقادات السلبيه ديال الناس، هادو هما العواقب ديال يوتيوب. انا كنحفز ونقول ليه يعني حل قناه، كاينين الفلوس في يوتيوب. كنظن كنز، انا ما حكرتش على حل قناه حتى تصدمت. كنت في يوتيوب حتى كنت في تركيا حتى بان لي الفلوغ ديالها الاول، قال لي بارطاجي الفلوغ ديالها الاول، ما ماشي انا، يمكن كنز اللي حفزتها. السلام عليكم. كيف جاتني فكرة أني ندير يوتيوب؟ كنت بنت واحد المرة مع كنزة في واحد تشالنج، وكل شي حماقوا على داك تشالنج وقالوا لها علاش ما تبقاش الوالدة ديالك دير لي فيديو معك. صافي تقبلت الفكرة وبديت أنا يا درت أول فلوغ، كان برفقة بنتي كنزة وأميمة الصديقي، ومن تما هي هذيك جات الفكرة وبقيت. المحتوى ديال القناه ديالي في الاول كانوا دي فلوغ، ومن بعد بديت كندير مواضيع ولكن ما لقاتش واحد الاقبال، ومن بعد عاود رجعت كندير لي فلوغ ومره مره شي شويه ديال الطبخ ماشي بزاف. بالنسبه للعائله ديالي الصغيره يعني تقبلت الموضوع بكل زعما عادي، وحتى العائله ديالي الكبيره ما قالوا حتى شي حاجه، يعني تقبلوا بشي حاجه مزيانه، ما قالوا حتى حاجه. عندي لي فانز ديالي بزاف، العمر ديال اغلبيه ما بين 18 ديك 34 36 بحال هكا. الراي ديالي انا ما يعجبنيش بحال هذوك المحتويات، انا طلع في الطوندونس لان تخل بالحياه وبزاف ديال الحوايج. المهم ما كنرتاحش بحال هذاك الطوندونس هذاك، كنبغي شي محتوى يكون زوين وشي حاجه اللي كتعلم كتفيد الناس وكيتعلموا منها شي حوايج اللي غتفيدهم في حياتهم. انا كيعجبني داكشي اللي كيديروا بناتي، وانا واخا عندي 54 عام، مهم هي في العمر راه هي 54 ولكن انا ما كنعيش هذاك لاج، كنعيش بحال لاج ديال بناتي. كنبغي نشكر بعدا قناه اشواق حيت جاو عندي اليوم، شكرا لكم بزاف، وكنشكر المتابعين ديالي وكنقول لهم مره اخرى كنبغيكم بزاف، كنحماق عليكم، السلام عليكم. الناس اللي متابعيني كنحماق عليهم وكنبغيهم بزاف لانهم حتى هما كيحماقوا عليا وكيدعموني بزاف وكيساندوني، وشكرا لهم بزاف.